يغلق المنتخب المصري الأول لكرة القدم صفحة مباراته أمام نظيره النيجيري، والتي خسرها بهدف دون رد في مستهل مشواره بمنافسات كأس أمم إفريقيا نسخة 2021 بالكاميرون. ويبدأ المنتخب المصري في الاستعداد لمباراته القادمة بمنافسات جولة الثانية للكان أمام نظيره غينيا بيساو السبت المقبل. ولم يقدم الفراعنة الأداء المنتظر منهم خلال مواجهة نيجيريا، حيث تتمنى جماهير وأنصار الكرة المصرية مواجهة غينيا بيساو كي تكون البداية الحقيقية لأحفاد الفراعنة وعودة صوالاتهم وجولاتهم من جديد في أدغال القارة السمراء. رجال المنتخب المصري، الخسارة ليست نهاية المطاف، ولا زال المشوار طويلاً. الملايين من الشعب المصري بشتى ميوله وطوائفه وفئاته يساندون ويدعمون وينتظرون منكم إعادة البسمة على وجوههم في مباراة غينيا بيساو السبت المقبل، من أجل تصحيح الأوضاع وترتيب الأوراق واستعادة الانتصارات.